للمرة الثالثة على التوالي منافسيه في ذهاب كأس رابطة الأبطال الأفريقية 2007. الموعد الجمعة في ذهاب الثمن النهائي مع ممثل الكرة التنزانية يونغ أفريكان المزيح في الدور 16 لبيترو أتليتيكو الأنغولي. عودة معين الشعباني لمحور الدفاع وتشكيلة هجومية لديوغي بيرو مع إقحام شاكيب لشخم وأبو شروان مع قلب الهجوم أمين الطيف وأيضا عودة الجناح وليد التاي. المصري عصام عبد الفتاح أقصى المدافع يوسفو منذ الربع ساعة الأول بعد هفوتين على كمال الزعيم والمهاجم أمين الطيف. نقص عددي لبطل تنزانيا بالإضافة لبقاء المدرب الصربي سريدوزيفيتش في المدارج وعقوبة مسلطة من طرف الاتحاد الأفريقي. الترجي الرياضي عول على الكرات الثابتة وجد صعوبات للوصول لمرمى مابواندا في الفترة الأولى مع النزعة الدفاعية ليونغ أفريكا والمدافع عند لوفو كاد يغلط الحارس مابواندا بعد المخالفة الجانبية لهشام أبو شروان وكورتو الرأسية اصطدمت بالعارضة بعد تدخله أمام العربي جابر. الترجي الرياضي سجل هدف وحيد في الشوط الأول وأحداث الفارق بفضل كمال الزعيم ونجاح في مغالطة الحارس مابواندا من خارج مناطق الجزاء. متوسط ميدان الترجي يسجل لأول مرة هذا الموسم في كأس أبطال إفريقيا. في الفترة الثانية تحسن مردود الترجي ورفع من النسق والمحاولات عبر محور دفاع يونغ أفريكان. كمال الزعيم كاد يسجل ثنائية وتصويبته تصدم بالقائم الأيسر بعد توغل في منطقة الجزاء وتمهيد بالرأس من سلامة القزدوي. مضاعفة النتيجة أتت في وقت مناسب وعبر كرة ثابتة وركنية منفذة من أبو شروان وتصويبة رأسية ناجحة لأمين الطيب هدف ترجي في كأس رابطة الأبطال إلى حد الآن بخمسة أهداف هدفين مقابل صفر بعد 20 دقيقة والترجي فرض ضغط أقوى على منافسه بالمقارنة مع الفترة الأولى وتمكن من تسجيل هدف ثالث له وزنه من ذهب في مشوار التأهل لدور المجموعات لكأس الأبطال 2007 بعد توزيع حاسمة من نعيم بربط اللي خذا مكانه في الشوط الثاني لوليد التاي اللي سجل عودة من الباب الكبير لتشكيلة فريق باب السويقة. والحارس مابويندا تفادى هدف رابع محقق لهشام أبو شروان وتصويبته اليسارية القوية. ونهاية المباراة سجلت فرصة وحيدة سانحة ليونغ أفريكان وتألق حمدي القسراوي أمام غازا 3-0 للترجي فارق مطمئن قبل لقاء العودة في تنزانيا لتجديد العهد مع أدوار المجموعات في كأس رابطة